مفهوم الكاستينج ما بين المتغيرات. مفهوم الكاستينج هو عملية عمل كاستينج بالنسبة إلى المتغيرات، ويمكن تعمل كاستينج، تلاحظ أنه يعمل كاستينج إليك بشكل تلقائي لما تعمل كاستينج من قيمة صغيرة إلى قيمة أعلى، وتعمل كاستينج أنت بشكل يدوي لما تبدي في عملية التحويل من قيمة عالية إلى قيمة أصغر. فلاحظ معي الآتي الآن، على سبيل المثال عندك نمبر 1 أبدي أعرفه وأعطيه فاليو معين، بعد ذلك أعمل نمبر 2 اللي هو يكون عبارة عن دبل، هذا دبل نسميه نمبر 2 اللي هو يساوي لك نمبر 1. الآن تلاحظ ما أعطاك خطأ باعتبار أنها قيمة انتجر، كيف تحطها قيمة دبل؟ هنا عمله كاستينج بشكل تلقائي، معنى أنه هذا الكاستينج أصبح عندك تلقائي، يعني هو مباشرة من قيمة صغيرة قيمة العليا. ولكن انت لو تعمل العكس تماما، لو تعمل مثلا نمبر ثري او دبل، او هو الدبل هذا نفسيته اللي انت نمبر تو، تعمل انت نمبر ثري ثم بعد ذلك راح تسوي له نمبر تو، يعني راح هو يمثل لك نمبر تو، راح يقول لك اوكي ما تستطيع انه تضع قيمة انتجر داخل دبل داخل انتجر باعتبار انه هذا ما يصير. فبالتالي احتاج انه اعمل كاستنج، فقط افتح الاقواس بهذا الشكل واقول له انت اعمل لي كاستنج له. وهذا الشيء يطبق عليها كلها، يعني اذا عندها قيمة لونج تو شورت، يعني من القيمة الصغيرة القيمة العليا، ما تحتاج انه تعمل كاستنج، هو يعمل كاستنج بشكل تلقائي. بينما انت لا، بالعكس تماما، فهنا أنا ايش راح يعطيك خطأ. فعلى سبيل المثال لو انت عندك فلاوت تعرف نمبر مثلا 4 وهو راح يسوي لك نمبر 2، اوكي راح يقول لك خطأ باعتبار انه الدبل اعلى، اذا بالتالي احتاج انه اعمل كاستنج اليه، افتح الاقواس بهذا الشيء واقول له عندي فلاوت، راح يبدي يعمل كاستنج بالنسبة الى الفاليو.